إنسان يسافر للدراسة في الرياض في الجامعة، إذا كان يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين، فهل يعني يرجع لأهله يعني؟ إيه نعم يرجع إلى متى؟ نعم. فهل يعني يقام يعني يطبق صلاة الأوقات؟ نعم. هو مسافر لا شك، لأنه لم يتخذ بلد الدراسة وطنا ولم ينوي فيه الإقامة المطلقة، بل إقامته لغرض. لكنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة يجب عليه أن يحضر الجماعة. وما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه ولا جمعة، فهذا لا أصل له. الجماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والجمعة واجبة على كل من سمع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله. لكن إذا فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد فإنك تصلي ركعتين. نعم.